من صنعاء إلى إبو الحديدة وإلى أطراف الضالع، مسيرة الإرهاب الحوثي تواصل اختطاف المحتفلين بالثورة السبتمبرية، فتؤجج الغضب الشعبي أكثر، وتنشر مسلحيها في المدن خشية اندلاع ثورة لا مفر منها. الميليشيا تواصل احتجاز عشرات الشبان في سجونها بصنعاء، وتكثف ترهيبها للأصوات الحرة والناشطين والمحامين في العاصمة المختطفة عبر تهديدات بالقتل والتصفية والتحريض ضدهم عبر قنواتها وإذاعاتها ووسائلها المختلفة. وعلى خلفية الاحتفالات الشعبية بالثورة، استنفرت الميليشيا مسلحيها في صنعاء بما في ذلك الزينبيات، ونشرت الميليشيا مسلحيها في إبو الحديدة، وأقدمت على تنفيذ حملة اختطافات في مديرية الحشا على أطراف الضالع، حيث قامت باختطاف 30 شابا من منازلهم وأماكن تجمعهم في منطقة دوران بالمديرية، وزجت بهم في سجن المديرية. التطورات الجارية وحسب مصادر محلية تشير إلى حالة انقسام تعيشها الميليشيا بعد استهدافها قوى مؤثرة داخل الميليشيا، وتعمدها إزاحة أسر هاشمية كثيرة، وإزاحة حليفها المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، والرافض بشدة لمخططها إعادة فرض الإمامة الكهنوتية. كما عملت الميليشيا طوال الفترة الماضية على استهداف القبائل والسطو على الأراضي والممتلكات. بمرور الوقت يتأكد للجميع أن الطغيان الحوثي وعنصريته الفجة وصلت إلى طريق مسدود، فالميليشيا في حالة تعارض وعنف ضد كافة مكونات المجتمع اليمني وقبائله، ولا تريد لأحد للحياة خارج إرادتها. مسار لا أفق له كما يقول المراقبون، بل يؤدي إلى سرعة تفاقم الانقسام حتى في أوساط الميليشيا نفسها، لأسباب أبرزها استئثار الحوثي وأسرته بالثروات والمناصب على حساب بقية الهاشميين وبقية الحلفاء، بالإضافة إلى إمعانها في إذلال المواطنين ونهب الرواتب والتحايل بهدف إلغاء النظام الجمهوري ومحاولة إعادة فرض العبودية على الشعب اليمني. محاولة تؤكد الأوساط السياسية أنها ستسرع من الثورة الشعبية للإطاحة بالحوثي وأسرته وعصابته العنصرية. إذن والوقوف حول هذه التصريحات الإيرانية، ينضم معنا السيد عبد العالم بجاش الصحفي المعروف. نرحب بك سيد عبد العالم معنا في أخبار المنتصف. إذن تصريحات إيرانية خطيرة، كيف يمكن فهمها في هذا التوقيت تحديدا سيد عبد العالم؟ تصريحات إيرانية للاستهلاك الداخلي أمن وإسنادا للميليشيا التي أسمى خطيرة في الوقت الراهن. سيد عبد العالم فضلا يعني حتى يتسنى لي والمشاهدين سماعك جيدا، أرجو أن تقترب قليلا من سماعة الهاتف، تفضل. نعم أوكي جيدا، هل تسمعيني؟ الآن أسمعك جيدا، تفضل. نعم قلت هي تصريحات إيرانية للاستهلاك الداخلي في اليمن دعما وإسنادا للميليشيا التي تعيش خطيرة في الوقت الراهن. نعم. على الواقع إيران تعمل سنوات على تطبيق خبراتها المتراكمة في القمع واستنساخ تجربتها جارا منذ سنوات. التغييرات التي أعلنت عنها الميليشيا لن يستفيد منها اليمن والشعب اليمني شيئا، على العكس نتيجتها النهائية أن تصبح صنعاء ومعظم مناطق شمال اليمن بيئة أكثر قمعا واستبدادا. وعليه فإن وقت الظروف الراهنة التي تواجهها الميليشيا وانقساماتها وهذا التذمر الشعبي الواسع بسبب الاستفزازات الحوثية اليمنيين وسعي الميليشيا تطبيق ما سمته بالتغييرات الجذرية، الهدف أن إيران، الهدف من هذه التصريحات أن إيران حاضرة وراء جماعتها الموالية لها، هي رسالة للداخل اليمني تتضمن أيضا التحذير والترهيب للقوى والمكونات وللشعب اليمني من أي انتفاضة شعبية، وهي أيضا رسالة للإقليم والمجتمع الدولي للضغط عليهم بعدم اتخاذ مواقف داعمة للاحتجاجات ضد الجماعة الحوثية أو ممانعة للتغييرات التي تعتزل الجماعة باتجاه استنساخ التجربة الإيرانية. وكأن طهران تقول هذا اشتراطها للقبول بتنمية سياسية يمنية يعمل عليها المجتمع الدولي على أساس قبول الخليج والمجتمع الدولي بتصفيق شكل مصغر من منظومة ولاية الفقيه في صنعاء ومعظم أجزاء الشمال، لأن كمال الخرزاي قال للقيادة الحوثية أنه من الضروري بدء مفاوضات يمنية يمنية. إذا ربما هي رسائل متعددة الاتجاهات سيد عبد العالم، هل لديها مآلات ربما وانعكاسات حاليا سواء داخليا أو حتى خارجيا، وما مصير أيضا التفاهمات الآن السعودية الإيرانية وكذلك السعودية وميليشيا الحوثي؟ طبعا بالطبع تشير هذه التصريحات إلى موقف تكتيك من قبل طهران لهدف إيراني أكبر،
هذا الهدف يرمي نحو تسوية أولية لمضمار الصراع المستقبلي تعد له إيران من باب التقارب مع السعودية. ستكون مناطق هذا الصراع هي مناطق جنوب السعودية، ستكون هي الميدان الفسيح لصراع الساحل المستقبلية. ما لم تحدث متغيرات فارقة في صنعاء تطيح بالجماعة الحوثية. وذلك طبعا المخطط الإيراني يتطلب احتواء وتصفية أي اضطرابات في صنعاء شمال اليمن، بما يضمن أن تستتب الأمور هناك لإيران وذراعها الحوثية. الواقع الميليشيا تنفذ مخططها بشكل تدريجي، مستخدمة إلى جانب ذلك الكثير من الإلهاءات الأمنية للشعب اليمني على وسائل التواصل ووسائل الإعلام. والمؤسف أن اليمنيين يتعاطون بشكل كبير هذه الإلهاءات التي تحرف أنظارهم عن التغييرات الخطيرة الجوهرية الجاري تنفيذها وغير المرغوبة من غالبية الشعب اليمني. على سبيل المثال تغيير أو إلغاء النظام الجمهوري واستبداله بنسخة شائهة من نظام ولاية الفقيه الإيرانية وغير الحقيقية، وهي أيضا تصب في مجملها وفي النهاية نحو على الاضطهاد منظومة أكثر رسوخا والحصول على اعتراف دور المجتمع الدولي. الميليشيا تطمح لوقت مبكر لاستحقاق تجربة ولاية الفقيه الإيرانية في إيران، وهي تعتقد أن إعلانها جمهورية إسلامية يمنية أو جمهورية اليمن الإسلامية على غرار إيران أنه يحقق هدفين في الوقت نفسه: إعادة الإمامة الكهنوتية في زي خميني ومظهر خامنئي جمهوري شكلي ليس إلا. هي تعتقد أنها ستقنع الجمهوريين والإيمانيين بهذا الشكل. طب ما خطورة هذا المخطط الآن على أمن اليمن والسعودية؟ وهل سيكون هناك تحرك أيضا من قبل المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال سيضر ذلك أيضا بأمن المملكة؟ بالنسبة للسعودية هي مكتفية الآن بما حصلت عليه من تقييد هجمات الحوثيين ضدها، وبالطبع هذه الهجمات لا يمكن أن تتم إلا بتوجيه وقرار إيراني. هذا الموقف السعودي الراهن قد يكون أيضا هو موقف تكتيكي على أمل أن تحصل تطورات في صنعاء وأن تؤدي طبيعة الميليشيا تصنع عاجزة عن أن تصبح دولة أو أن تكون سلطة أمر واقع بالحد الأدنى، تقدم خدمات وتدفع رواتب بحدها الأدنى. توقعات السعودية أن تحصل ما يشبه ثورة أو انتخابات شعبية جراح تأزم الوضع المعيشي، التفاقم الصراعات داخل الميليشيا وبين الميليشيا وبين المجتمع. هذا الموقف السعودي غير مطمئن على المدى البعيد، لكن السعودية مكتفية بأنها لا تتعرض للهجمات، لكن ما تعمل عليه إيران هو خطير على المدى البعيد، خطير على اليمن ومستقبل اليمن واليمنيين، وخطير على السعودية وعلى الدول الخليجية بشكل كامل. ذلك أن الميليشيا تواجه أزمة حقيقية، هذا نحو إيران والحصول على تصريحات إيرانية داعمة ومساندة لها في هذه المرحلة إنما تعكس أيضا أزمتها التي تعيشها هذه الميليشيا. لكن يبدو لي أن إيران لن تقدم الكثير في مستقبل هذه الجماعة، لأن هذه الجماعة ترفض أن تتحول إلى دولة. جميل، نتوقف عند هذه النقطة سيد عبد العالم، ونشكر تواجدك معنا صحفي المعروف السيد عبد العالم بجاش، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.